طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تبارك الله فيكم في مسعاكم وممشاكم وأوقاتكم التي تفردوها من أجل العلم والتعلم. أشرف الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أحبائي الكرام، أهلا بكم جميعا. أعرفكم بنفسي، الناس اللي محضرش معانا المحاضرة الماضية، شيخ خالد ثقاف، شيف تنفيذي بالفنادق السياحية ومحاضر وباحث برامج نجيم وضيق ومدرب فنون طهي، دبلومة إدارة أعمال، دبلومة إنشاء وتصميم المواقع الإلكترونية، رخصة قيادة الكمبيوتر ICBL، رخصة تدريب الهاسب سلامة الغذاء، رخصة تدريب ISO 22000 سلامة وجودة الغذاء، مدرب تنمية بشرية معتمد من مركز المجلس الخليجي للتنمية البشرية، مدرب تنمية بشرية معتمد من المركز الكندي للتنمية البشرية. أهلا بكم جميعا في الابتسامات. النهاردة إن شاء الله هيكون الجزء الثالث معنا في دورتنا الغذاء الصحي وسلامة الغذاء. تكلمنا عن الغذاء الصحي وأخذ مننا وقت طويل وإحنا بنتكلم عنه، وبدأنا الغذاء المتوازن، والجزء الثاني والثالث والرابع الثلاث أجزاء دول مرتبطين ببعض. فهنلاقي إن الغذاء المتوازن وتلوث الغذاء والتسمم الغذائي مرتبطين ومتشابكين ببعض. فإن شاء الله هيكون عبارة عن محاضرة اليوم ومحاضرة غدا الحديث عن الغذاء المتوازن وتلوث الغذاء والتسمم الغذائي. أول سؤال النهاردة بنتكلم فيه، ما معنى الغذاء المتوازن؟ ما معنى الغذاء المتوازن؟ تفاعل الناس اللي موجودة معانا إن شاء الله في القاعة، بنقول يعني إيه غذاء متوازن من وجهة نظركم؟ يعني إيه غذاء متوازن؟ الغذاء المتكامل، كلام جميل. يبقى إحنا بنقول إن معنى الغذاء المتوازن يعني الغذاء اللي بيجمع جميع المواد الغذائية اللي بيحتاجها الجسم، المواد الغذائية والسعرات الحرارية اللي بيحتاجها الجسم. طبعا مفيش غذاء واحد بيجمع كل الحاجات دي، لكن الأنواع الغذاء
بتكون تكاملية، يعني في البعض متشابه وفي البعض بيكمل البعض الآخر عشان يعمل التوازن ده، زي ما هنتكلم إن شاء الله. وهنقول إن في بعض أنواع زي البروتينات موجودة في البقوليات وموجودة في اللحوم، فدي التشابه، دي التشابه. يعني لما أنا آكل بقوليات وآكل لحوم باكل نفس الحاجة في نفس الوقت، إن أنا باكل بروتينيات وباكل حديد، لكن باقي المواد بتبقى، باقي المكونات بتبقى في المواد الأخرى، زي ما شرحنا في الغذاء الصحي مكونات الغذاء، وقلنا إنهم بيتركبوا من 6 مكونات، هنتكلم عنهم إن شاء الله برضو في الغذاء المتوازن. كده كلنا عرفنا معنى إن الغذاء يكون متوازن. عندنا السؤال ده بيطرح نفسه، بيقول هل كل طعام صالح هو طعام متوازن؟ هل كل طعام صالح هو طعام متوازن؟ لا. مين تاني هيقول معانا؟ هيبدأ التفاعل الإيجابي بتاع الناس. تمام، كلنا قلنا لا. ليه لا؟ لأن بالفعل مش كل طعام صالح هو طعام متوازن، لأنه ممكن يكون الطعام ده صالح بنسبة 100% لكنه في نفس الوقت غير متوازن، لأنه قد يكون صالح لكن ما بيكملش السعرات الحرارية اللي محتاجها الجسم، أو ما بيكملش النقص اللي محتاجه الجسم. طالما مش قادر يعمل التوازن يبقى مش كل طعام صالح طعام متوازن. كلام جميل وتفاعل أجمل. السؤال اللي جاي، هل كل طعام صحي متوازن؟ تمام يا أستاذة هدى، زي الوجبات السريعة بالفعل. الوجبات السريعة أغلبها غير صحي أصلا يعني. هل كل طعام صحي متوازن؟ أستاذ محمود بيقول لا، ومحبة بتقول لا، وأستاذة هدى بتقول لا. بالفعل كلامكم مظبوط، وأستاذ ضياء بيقول لا، بالفعل كلامكم مظبوط، مش كل طعام صحي متوازن. الطعام بالفعل ممكن يكون صالح للأكل، ممكن يكون صحي وكل مكوناته سليمة ومظبوطة لكنه غير متوازن. عشان يكون متوازن الطعام لازم يكون متكامل، يكون متكامل. التكامل بيدي نفس معنى التوازن، التكامل بيدي نفس معنى التوازن. فمش كل طعام صحي يكون متوازن، لأنه ممكن الطعام ده يكون صالح صحي ليا لكنه غير صالح صحي بالنسبة لك، ممكن يكون صالح صحي لأي حد بس إجمالا محتاج لنوع تاني من الغذاء أو من الطعام عشان يكمله عشان يكون متوازن. يبقى إذن مش كل طعام صحي هو طعام متوازن، زي ما قلنا إن الأطعمة بتعتمد على التكامل عشان نقدر نكمل منها المواد الأساسية اللي هي بيحتاج إليها الجسم. حد يفكرنا بالمواد الستة الأساسية؟ المواد الستة الأساسية حد فكرهم يفكرنا بيهم؟ بنقول طيب أقول لكم واحدة منهم، المواد الكربوهيدراتية والبروتين. تمام، والبروتينات. جميل. حاجة التالتة، التفاعل.
الفيتامينات، كلام أجمل. النشويات والسكريات قلنا إن هي نفس اللي إحنا بنتكلم عليها، بنقول المواد الكربوهيدراتية هي المواد النشوية والمواد السكرية. يتفضل. المواد المعدنية رائع، الأملاح المعدنية والمواد المعدنية رائع، والماء ممتاز. كده إحنا عندنا باقي الحاجة السادسة وهي الدهون. السادسة وهي الدهون، وقلنا في حاجة سبعة مش ضمن المكونات الستة دول، مش ضمن المكونات الستة لكنها بتضاف دائما. تمام يا أستاذة هدى، اللي هي التوابل والبهارات مش ضمن المكونات الستة لكنها بتضاف إليه. بنقول إحنا إن كده عرفنا المكونات الستة دول لازم يكونوا موجودين بنسب معينة عشان نقول إن الطعام ده طعام صحي متوازن. إزاي نخلي طعامنا متوازن؟ إزاي بنقول إزاي نخلي الطعام بتاعنا متوازن؟ إزاي الطعام يكون متوازن؟ يكون متوازن يعني الست مكونات اللي احنا اتكلمنا عنهم دول يكون بيجمعهم الطعام ده، وفي نفس الوقت بيعطي الجسم اللي محتاجه منه. يعني لو جينا نركب، ممكن نركب اقول مواد كربوهيدراتية يعني نشا ومواد سكرية، بس النشا والسكر ديت عشان يكون طعامنا متوازن لازم اشوف الانسان ده هل هو انسان سليم او انسان عنده حساسية من شيء معين، زي ما هنتكلم ان شاء الله عن حساسية القمح او انواع الحساسيات اللي بتيجي بتنتج عن الغذاء. فبنقول ان في التوازن احنا بنتكلم يعني انا بدي الجسم اللي محتاجه بالفعل من المواد دي يزيد قليلا او يقل قليلا. فبنقول ان الشخص السليم البالغ يوميا محتاج ل50% من اجمالي السعرات الحرارية مصدرها يكون كربوهيدرات. كربوهيدرات اللي هي قلنا ايه؟ الكربوهيدرات. الناس مركزة ولا ايه ولا مش معايا؟ الكربوهيدرات اللي هي النشويات والسكريات. كلام جميل. مواد النشوية والمواد السكرية، و20% يكون مصدرها بروتينات، و20% مصدرها بروتينات، و30% يكون مصدرها دهون. بكده يبقى الغذاء ده صحي متوازن. يبقى الغذاء صحي متوازن. يعني نقدر كده احنا نعرف نقول ان الغذاء الصحي المتوازن يقصد بيه ايه؟ احنا بنتكلم على احتياج المواد الاساسيه اللي محتاجها الجسم، السعرات الحراريه، لان الماء بره السعرات الحراريه، الماء بره السعرات الحراريه، حسابه بره حساب السعرات الحراريه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حساب الماء بره السعرات الحراريه، انا بحسب السعرات الحراريه من المواد الغذائيه. انا عندي فيه ثلاثه رئيسيين دول، ايه اللي هم بناخد منهم الجسم الانسان، بنقول الانسان الشخص البالغ محتاج لسعراته الحراريه للكميه دي منها. قلنا 50% من اجمالي السعرات الحراريه يكون مصدرها كربوهيدرات اللي هي المواد النشويه والمواد السكريه، و20% يكون مصدرها بروتينات اللي هي البقوليات واللحوم والطيور والى اخره وعن طريق خضروات وغيرها، و30% من مصدرها يكون دهون. وضحت النقطة ديت؟
بنكمل كلامنا عن الطعام المتوازن، وبنقول احنا كده عرفنا ايه اللي يقصد من غذاء صحي، وايه اللي يقصد من غذاء صالح، وايه اللي يقصد بنظام غذائي متوازن. قلنا النظام الغذائي المتوازن اللي هو بيقصد به الحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم عن طريق تناول الطعام وبالكميات المناسبة لكل عنصر. وطبعا زي ما قلنا انه لا يوجد في الطبيعة طعام متكامل من حيث العناصر الغذائية، فكل طعام يحتوي على بعض العناصر وتنقصه عناصر اخرى. لذا فإن تكامل الأطعمة في الوجبة الغذائية أمر بالغ الأهمية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عن طريق دمج مجموعة من الأطعمة مع بعضها البعض للحصول على وجبة متوازنة من الناحية الغذائية. وبنقول إن النظام الغذائي المتوازن بيمارس دور هام جدا في الوقاية من الأمراض، لا سيما الأمراض اللي هي مرتبطة بالتغذية. بيكون سوء التغذية ناتجا عن نقص عنصر أو أكثر من العناصر الغذائية الضرورية في الطعام الذي يتناوله الشخص، فمع الاستمرار في تناول الطعام نفسه بالإضافة إلى عدم أو قلة التنوع في الأطعمة المتناولة في الوجبة قد يستفحل النقص في العناصر الغذائية ويصاب الشخص بسوء التغذية. مش نقص الحديد بس، ده نقص كل شيء، نقص كل شيء. يعني احنا عندنا نقص الحديد، عندنا ممكن الانيميا، نقص عنصر من عناصر الدم، عندنا الناس اللي بتركز على السكر اللي بيحصل نسبة السكر بتزيد، الناس اللي بتركز على الاملاح نسبة الاملاح بتزيد، نقص فيتامين معين من الفيتامينات. لذلك احنا بننصح دائما بالتنوع. التنوع يعني ايه؟ احنا قلنا في طرق عندنا عشان نحافظ لانفسنا على ان يكون نظامنا الغذائي متوازن. قلنا على مجموعة طرق، اهم الطرق ديت هي ان احنا نحتفظ دائما بأنواع الخضار المختلفة، بأنواع الخضر المختلفة والفاكهة المختلفة، إضافة إلى اللحوم المختلفة. واللحوم لما بنقول اللحوم احنا بنقصد كلمة لحوم على عمومها، بتقصد كل اللحوم، لحوم وطيور وأسماك. وزي ما قلنا قبل كده إن ممكن إن احنا نبدل أي نوع من أنواع اللحوم في أكلها بطيور، وممكن نبدل أي نوع من أنواع الطيور بأسماك بتدي نفس النتيجة، وممكن نبدل أي نوع من أنواع اللي احنا قلنا إذا كانت طيور أو أسماك أو لحوم بنوع من البقوليات مع الخضار الخضروات المشكلة. وزي ما اتكلمنا عن طبق السلطة المرة اللي فاتت كتير جدا جدا جدا، وما زلنا بنتكلم عنه وما زلنا بنتكلم عنه، لأن طبق السلطة ده شيء مهم جدا جدا في توازن الغذاء. في توازن الغذاء قلنا ان الجسم بيمتص بطريقة سهلة، وفي نفس الوقت الامتصاص ما بيكونش سريع. يعني انا بأملى بطني بكمية كبيرة من الخضروات والسلطات، بيقوم الجسم على عمل وتحويلها الى سكر لتحويلها للدم. فالخضار بيدي شعور بالشبع اللي احنا بناكل منه كميات كبيرة، وفي نفس الوقت مش هيزود الوزن، وفي نفس الوقت بيديني التنوع، بيديني فيه كل اللي انا عاوزه من المواد الغذائية، بيحقق لي التوازن المطلوب. الجدول اللي قدامنا ده احبابنا عبارة عن جدول السعرات الحرارية. زي ما احنا شايفين التقسيم
في جدول السعرات الحرارية هو أوضح من النسبة اللي احنا قلناها، وده موضح طبعا عندنا إن الجزء العلوي من الهرم زي ما احنا شايفينه الدهون والزيوت والحلويات لازم تستخدم باعتدال، لازم تستخدم باعتدال، وما ينفعش غير انها تستخدم بالشكل، ما ينفعش غير انها تستخدم باعتدال. فدي تعتبر رأس الهرم زي ما انت شايفين، والجزء الاقل المفروض انه بيتناوله الانسان او بيحتاجه الانسان من قطعه. ننزل تحت شوية هنلاقي عندنا مجموعة اللحوم والأسماك والبقوليات الخاصة بالجسم، ودية الجسم بيحتاج من 2 لـ3 حصص منها زي ما احنا شايفين حجمها قد ايه موجودة. واحنا عندنا في مفتاح للسلايد ده، وان شاء الله بيكون متوفر عندكم الهرم الغذائي، ومتوفر جدول السعرات الحرارية على الجروب الصفحة الخاصة بأكاديمية الجيل الجديد. أكيد طبعا أكيد مش ضروري ناكل كل يوم لحم، لكن إحنا بنشوف إيه اللي بيناسبه من الناحية التانية عندنا. مش ضروري ناكل لحم خالص. أنا قلت إن اللحم ممكن نبدله بطيور، والطيور ممكن نبدلها بأسماك، واللحوم والطيور والأسماك ممكن نبدلها ببقوليات وخضروات. النتيجة واحدة. قلنا إيه الفرق بين دي ودي؟ دي بدائل، لكنها بدائل ناجحة. البروتين نباتي أو بروتين حيواني. الفرق بين الاتنين إن البروتين النباتي بيحتاج لشغل زيادة من المعدة، بيحتاج لشغل زيادة من الجسم، لكن في نفس الوقت الشغل ده له فوائد. زي ما قلنا ان الخلايا بتبدأ تشتغل بتتجدد. الخلايا لما بتشتغل على الخضروات وعلى البقوليات بتتجدد. هنتكلم عن انواع الخضار المزودش الوزن. نكمل السعرات الحرارية. خضروات كتيرة جدا، يعني هي تقريبا اغلب الخضار ما بيزودش الوزن. اغلب الخضروات ما بتزودش الوزن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اغلب الخضروات ما بتزودش الوزن. زي ما قلنا ان احنا البروتين ممكن ناخده عن طريق ان احنا ناخده بروتين حيواني، عن طريق اللحوم او الدواجن بشكل عام او الاسماك، وممكن ناخده بروتين نباتي عن طريق البقوليات والخضروات. لا ان شاء الله ما فاتكيش حاجات كتير، ان شاء الله ما فاتكيش حاجات كتيره دلوقتي. فالبقوليات والخضروات بتدي نفس النتيجه، لكن قلنا ان هي ليها افضليه، ليها افضليه انها ما بتزودش الوزن زي ما بتزود الوزن اللحوم بانواعها، لأن اللحوم بأنواعها الأحماض الأمينية فيها جاهزة، ما بتحتاجش لأن الخلايا تشتغل عليها، ما بيحصلش تجديد للخلايا لأن الجسم بيمتصها مباشرة، ومجرد ما تهضم في المعدة الجسم بيمتص الأحماض الأمينية وبيمتص البروتينات مباشرة من اللحوم أو الدواجن أو الأسماك. وطبعا الأسماك هي أخفها وأفضل، زي ما قلنا إن ممكن تبديل اللحوم بالذات للناس اللي هي بتمارس نظام غذائي دايت او ريجيم، فهي بنقول انه ممكن تبديل اي نوع من انواع اللحوم باي نوع من انواع الطيور او دواجن، وممكن تبديل الاثنين دول نبدلهم باسماك، ممكن الاثنين دول نبدلهم باسماك، اي نوع من انواع الاسماك. اكيد طبعا الفسفور، يعني أكيد الفوسفور طالما في أسماك يبقى فوسفور. فعلى الجانب الآخر عندنا هنلاقي مجموعة الحليب والألبان
من حصتين لثلاث حصص بيحتاجهم الجسم. والرسم بتاعنا موضح هنا ان اللون الاصفر دي الدهون الموجوده طبيعيا او المضافه، وعندنا العلامه الصغيره اللي هي بيضه ديت بتبقى موجوده سكر مضاف، سكر مضاف. تمام، احنا اتكلمنا عن الحليب والالبان والاجبان بشكل عام، منتجات الالبان كلها قلنا من 2 لـ3 حصص. عندنا بعد كده بننزل على الجزء الاعلى من الهرم اللي هو بنبدأ بينقسم لقسمين اللي هو مجموعة الفواكه ومجموعة الخضروات. طبعا كانت التقسيمة القديمة للسعرات الحرارية كان مقسم الخضروات والفواكه في جزء واحد، لكن نظرا لان في مواد غير متشابهة مع اخرى بين الفواكه وبين الخضروات، فتم تقسيم الفواكه لوحدها والخضروات لوحدها. يعني دي بتعتمد كمان حسب الدول وحسب الاماكن. في دول كتيرة جدا بتعتمد على وجبة الغداء بتكون هي الوجبة الرئيسية، بتكون الوجبة الرئيسية اللي بيركزوا فيها على الطبق الرئيسي مع طبق سلطة كبير. وفي دول تانية وهي الدول الباردة بتكون عندهم الوجبة الرئيسية هي وجبة العشاء، فبيكون الطبق الرئيسي فيها موجود في العشاء مع طبق السلطة، سلطة الخضار الكبير الموجود، ومع ايه الشوربة المفضلة ليهم. فاحنا بالنسبة لنا في الدول العربية طبعا الوجبة الرئيسية عندنا بتكون وجبة الغداء، بتكون وجبة الغداء. فالفاكهة قسمت انها بقى اصبحت الفاكهة وحدها والخضار والخضروات ومجموعة الخضروات وحدها. احنا بنعتمد قلنا كمان في برامج الدايت والريجيم كلها على ان الفاكهة هو ده الغذاء الليلي بالنسبة لنا اللي بتاخد اخر شيء، فبتكون وجبة العشاء غالبا فاكهة، وتكون وجبة العشاء غالبا فاكهة. وده شيء صحي جدا جدا ان الانسان يتناول اي نوع من انواع الفاكهة في موعد العشاء بتاعه اللي هو قبل النوم ما لا يقل عن ساعتين، ما لا يقل عن ساعتين. الخضروات على الجانب الاخر بنقول من 3 لـ5 حصص بيحتاجهم الجسم من السعرات الحرارية بصفة يومية. نشوف باقي السعرات الحرارية موجودة في المواد عندنا تحت اللي هي الخبز والارز والمكرونة، يعني احنا بنتكلم في المواد النشوية، وديت من 6 لـ11 صحة. هي اغلب الفواكه ما بتزودش الوزن، الاناناس بيزود الوزن، الاناناس بيزود الوزن، الاناناس بيزود الوزن، البطيخ تمام ما بيزودش، البطيخ ما بيزودش، والكيوي ما بيزودش، الموز ما بيزودش الوزن، الكمثرى ما بتزودش الوزن، الجوافة ما بتزودش الوزن، البرتقال ما بيزودش الوزن. تمام، احنا قلنا الاناناس بيزود الوزن لانه بيحتوي على كمية كبيرة جدا جدا من سكر الجلوكوز، وان الناس اللي هي بتحب الاناناس عشان تاخده بتحاول تزود في القشر زيادة وهي بتقشر الاناناس، لان اغلب تركيز السكر في الاناناس بيكون تحت القشرة مباشرة، بيكون تحت القشرة مباشرة. فهو سعرات الحرارية عالية، هو غذاء صحي جدا جدا جدا. الموز تمام، الموز برضو من الحاجات اللي هي ما بيزودش. العنب ما بيزودش الوزن، لكن اللي هو بيعاني من مشاكل مع السكر ما يعتمدش عليه في الرجيم. عندنا هنا اللي احنا شايفينه ده احدث هرم غذائي من وزارة الزراعة الامريكية بالنسبة لنا، والهرم الغذائي ده وضحت فيه وزارة الزراعة الدليل بتاعه
زي ما احنا شايفينه كده، نسبة الحبوب والخضروات والفواكه والزيوت والألبان والبروتينات. موضح لنا الجدول هنا احنا محتاجين لقد ايه، وكم دقيقة عشان الوزن، وكم دقيقة المحافظة على وزن مثالي. وموضح لنا هنا كمان الكمية من كل شيء حسب الهرم الغذائي اللي موجود قدامنا، وبالألوان زي ما احنا شايفين اللون بتاعنا وكم جرام محتاجه الجسم منه وهيوصله لقد ايه، كم جرام بيحتاجه الجسم وهيوصله لقد ايه. والكمية بالنسبة لنا زي ما احنا شايفين احنا بنتكلم في 1000 سعر حراري و2000 سعر حراري و3000 سعر حراري. زي ما شايفين تقسيمة الجدول هنا، الهرم ده عشان يدينا نتعامل مع الهرم ده بطريقة صحيحة، لازم نحول الطعام كله لمجموعات. فإحنا عندنا مجموعات الطعام الأربع اللي هي مجموعة الألبان ومنتجاتها، مجموعة اللحوم والبقول، ومجموعة الخضروات والفواكه، ومجموعة الخبز والحبوب زي ما اتكلمنا عنهم. لكن التقسيم الثاني غيرنا اللي هو أحدث شيء اللي احنا اتكلمنا عنه، اتغيرت فيه الحصص عن التقسيمة القديمة بالنسبة للسعرات الحرارية. هي النسبة الكبيرة فعلا للحبوب، لأن بنقول إن الحبوب بتحتوي على السعرات الحرارية العالية جدا جدا جدا. لذلك إحنا لما بنتكلم عن الحبوب بنقول إن الحبوب، الناس اللي هي بتاخد الخبز بتراعي، اللي بتاكل خبز بتراعي إن هي ما تستخدموش كتير في فترة الدايت أو في فترة الرجيم. اللي بيعمل رجيم أو دايت بيبدأ يتعامل بحرص جدا مع الكربوهيدرات وبالذات مع المواد النشوية، لأن بنقول إن السعرات الحرارية بتاعتها بتكون عالية. السعرات الحرارية بتاعتها بتكون عالية زي ما احنا شايفين إن احنا بنتكلم عن 1000 سعر حراري، بنتكلم عن شفتوا قد إيه من الخضروات وقد إيه من الفواكه وقد إيه من الزيوت وقد إيه من الألبان وقد إيه من البروتينات العالية اللي هي قلنا في البقوليات وموجودة في اللحوم بأنواعها. ده الهرم الغذائي للمواد الغذائية بشكل عام وبشكل مجمل، وإن شاء الله يكون لنا محاضرة كاملة بنتكلم فيها فقط عن الهرم الغذائي وإزاي نعتمد على الهرم ده في حساب حسابتنا للطعام. نيجي عندنا بعد كده نتكلم عن موضوع هام جدا جدا ورئيسي، وهو يعتبر جزء من الدورة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة، وهو سلامة وصحة الغذاء. أول حاجة بنقول إيه هي أهمية سلامة وصحة الغذاء؟ تعريف سريع لها، بنقول إن الغذاء هو العامل المشترك الذي لا يستغني عنه أي كائن حي، ومن حق كل إنسان أن يتوقع أن تكون الأغذية التي يتناولها سليمة وصالحة للاستهلاك. فالأمراض التي تنقلها الأغذية والأضرار التي تنتج عنها مزعجة جدا، بل وإنها قد تكون مميتة، وهناك أيضا العديد من النتائج الأخرى التي قد تترتب على تناولها. فتفشي الأمراض التي تنقلها الأغذية يمكن أن يلحق أضرارا بالتجارة والاقتصاد بشكل عام،
مما يؤدي إلى ضياع الدخل وانتشار البطالة وكثرة التقاضي، كما أن تلف الأغذية يؤدي إلى هدر الموارد. وتوفير غذاء آمن ليس مسؤولية الدولة وحدها، فكل منشأة غذائية وكل فرد في المجتمع يشارك في المسؤولية، وله دور لابد أن يؤديه على أكمل وجه. فعلى الأفراد العاملين في المنشآت الغذائية أن يعرفوا ما هو الغذاء الآمن. على السيدات في البيوت، كانوا خادمات أو كانوا أصحاب أسر، عليهم أن يعرفوا ما هو الغذاء الآمن، وما هي فوائده، وما هي أضراره. إذا كان غير آمن أو ملوث، وكيفية الحصول على غذاء آمن. إحنا لما بنتكلم إزاي نوصل غذاء آمن لأسرنا بشكل عام، ليس بشكل خاص، بشكل عام. المسؤولية على الجميع، ليست مسؤولية دولة معينة أو حكومات معينة أو مؤسسة معينة أو مكان ينتج طعام، مكان معين أو مكان يبيع الطعام أو مكان يبيع طعام مجهز أو نصف مجهز أو طعام نيء للتجهيز. المسؤولية على الجميع، المسؤولية على الجميع. إحنا لما بنتكلم النهاردة، أنا بحط المسؤولية النهاردة في يد كل من يقوم بتحضير الطعام. يجب من البداية إن إحنا نعرف إيه هي أهمية وسلامة صحة الغذاء ديت، ونعرف إزاي نحافظ عليه، نعرف إزاي نحافظ على سلامة وصحة الغذاء. الإنسان بدون صحة لا شيء، لا سعادة بلا صحة، مهما كان عنده ومهما كان يملك، مهما كان يملك، لو كان يملك مال، لو كان يملك مناصب، لو كان يملك جاه، لو كان يملك سلطان، بدون صحة هو لا يملك شيء، هو لا يملك شيء. السعادة الحقيقية هي في الصحة. لذا واجب علينا جميعا أن نتمسك بسلامة وصحة الغذاء. أغلب أمراض العصر بسبب الغذاء، أغلب أمراض العصر بسبب الغذاء، ودي حقيقة كلنا بنلمسها، صح ولا أنا ببالغ؟ صح ولا كلامي ده فيه مبالغة؟ لو في مبالغة قولوا لي دي مبالغة، الشيف بيبالغ، ده في حاجات تانية أمراضها أعلى من أمراض الغذاء. يعني إحنا شايفين إن أمراض الغذاء انتشرت وأصبحت بشكل غير عادي، بشكل ملحوظ وغير عادي. فالنهاردة إحنا بننصح كل سيدة، وأنا بقول سيدة، طبعا السيدات نصف المجتمع إن لم يكن المجتمع كله يعني، لكن هما في إيدهم الميزان ده، هما في إيدهم الميزان ده. الوجبات السريعة والقلي زي ما بتقول يا أستاذة هايدي، لكن الوجبات السريعة والقلي مش كل شيء، مش كل شيء. إحنا عاوزين، لازم نعرف إزاي نوصل لغذاء آمن، إزاي نحافظ على سلامة الغذاء، إزاي الواحدة تعرف تشتري الحاجة من السوق، إزاي لو اشتريت نوع معين من المعلبات تعرف تشتريه إزاي، صلاحيته إزاي، تتعامل معاه إزاي، طريقة حفظه في التلاجة إزاي، طريقة حفظه إزاي. في حاجات كتير إحنا بنتعلمها بدون مناسبة، وبنقراها بدون مناسبة، وبنعمل عليها لايكات وجميلة وروعة وبنقراها. فيهمنا إن إحنا نقرا التواريخ، يهمنا إن إحنا نقرا طريقة الحفظ. في كلام بيبقى صغير جدا 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 موجود على العبوة، إحنا ما بناخدش بالنا منه، ما بناخدش بالنا منه.
حتى لو قرأنا بسرعة، إن مدة الحفظ قرأناها بسرعة ما بنكملش قراءة. محدش بيقرأ بعد كده، محدش بيقرأ المحظورات اللي كاتباها الشركة دي عشان تأمن نفسها إيه. محدش بيقرأ، بيبقى كلام صغير قوي تحت الصلاحية. محدش بيقرأ الحفظ ده تحته إيه. مين بيقرأ؟ حد هنا بيقرأ على علبة، قرأ محظورات على علبة معينة، علبة حليب مثلا؟ حد جاب نوع من أنواع اليوجرت أو الزبادي أو الدانون وقرأ عليها إيه محظوراتها؟ محدش قرأ محظورات. دائما بيبقى فيه تحذيرات، ده محظور على الطفل أقل من 3 شهور، ده محظور على كذا، ده محظور على كذا، ده محظور. الكلام ده مكتوب بس احنا ما بنقراهوش، هو بس تاريخ الصلاحية اللي انتوا بتقروه. بس في جزء تاني، اغلب العلب استخدامها الطويل استخدم لفترات طويلة، العلب الكبيرة شوية كل علبة فوق الكيلو بتلاقي مكتوب عليها يحظر كذا يحظر كذا، تحفظ في الثلاجة بعد الفتح، تحفظ في الثلاجة بعد كذا، تحفظ في الثلاجة لمدة كذا. الكلام ده كله موجود، وموجود على العلب اللي احنا بنشتريها. لكن للأسف زي ما قلت لكم كده بالضبط، انه كلنا ما بناخدش بالنا من الحاجات دي، ما بناخدش بالنا من المكتوب على العلب. والنتيجة لكده ان احنا بنفرط في شيء مهم جدا، وهو سلامة الغذاء. نكمل كلامنا وهنعرف دلوقتي بشرح اكتر. طيب حد يعرف لنا كده، احنا بنقول الغذاء الامن يعني الغذاء السليم، ايه هو الغذاء الامن؟ ايه اللي هو الغذاء الامن؟ يعني ايه غذاء امن او غذاء سليم؟ التفاعل. محدش عاوز شهادات النهاردة، واضح ان محدش عاوز شهادات النهاردة. يعني ايه غذاء امن او غذاء سليم؟ يعني ايه الغذاء ده؟ يعني ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنقول يعني ايه غذاء امن؟ غذاء مضمون مصدره وطريقة حفظه وعادة الطهي. كلام جميل. يعني نضيف ومراقب. كلام جميل برضو، وتعريفات جميلة. احنا بنقول الغذاء الامن هو الغذاء الخالي من الملوثات والمخاطر، والذي لا يسبب اذى او ضرر او مرض للانسان على المدى البعيد او القريب. ده تعريف قاطع للغذاء الامن. لو اي شرط من الشروط اللي انا قلتها دي اختل، الغذاء ده غذاء غير امن، غذاء غير امن. وده هنعرفه ان شاء الله في التسمم الغذائي، ان في تسمم غذائي بيحصل على المدى البعيد، في انواع من التسمم الغذائي بتحصل بعد 6 شهور. يعني المدى البعيد برضه يبقى ده غذاء غير امن. نقول التعريف كمان مره، نقول التعريف كمان مره. بنقول ان الغذاء الامن هو الغذاء الخالي من الملوثات والمخاطر، والذي لا يسبب أذى أو ضرر أو مرض للإنسان على المدى البعيد أو القريب. ده تعريف الغذاء الآن. حاضر، سمعت كده يا أستاذة أميرة؟ نقول له تاني. نعم. عندنا بنقول بعد كده أهمية المحافظة على الغذاء آمنا سليما. احنا هنقول على أهمية المحافظة على الغذاء، مش بالنسبة للبيت بس أو بالنسبة للمؤسسة بس، لكن عموما. عموما إيه هي أهمية إن احنا نحافظ على الغذاء آمن؟
أول حاجة بالنسبة لي أنا كمستهلك، بالنسبة لي أنا كمستهلك للغذاء، إذا كان مصنع أو إذا كان نيء، أو إذا كنت هأشتريه جاهز مجهز بالكامل أو نصف مجهز، بنقول إن المستهلك يتوقع أن يكون الغذاء مفيدا كاملا نقيا وآمنا، بمعنى آخر توفير الضمان بأن الأغذية صالحة للاستهلاك البشري وبطريقة صحية. دي الأهمية بالنسبة للمستهلك. عندي بعد كده أهمية المحافظة على الغذاء آمن بالنسبة لصانعو الغذاء ومنتجوه اللي هم بيبيعوا الغذاء بشكل عام، كان مصنع أو كان منتج أو نصف مصنع. بنقول إن طبعا كل مؤسسة بتصنع الغذاء أو تنتجه أو تشارك في إنتاجه أو تبيعه بتسعى لتحقيق أعمال ونشاطات جيدة ولاكتساب ثقة المستهلكون. إحنا النهاردة المواد التي تضاف للخضروات والفواكه لتنضج في غير موسمها، هي احنا بنقول يا استاذة هايدي ان موضوع ان المواد بتنضج في غير موسمها هي مش من المواد اللي بتوضع عليها، لكنها هي بتحويل المناخ. ان النهاردة الصوب اصبح ملهاش مناخ معين، الموسم يعني انا احطها في الارض في الشمس تطلع في الموسم بتاعها، الدنيا حر تبقى صيفي، الدنيا شتاء تبقى شتوي. لكن انا دلوقتي بالصورة الزجاجية ونظام الاضاءة بتاعتها ان هو اصبح ممكن ان انا ازرع الصيفي في وسط الشتاء والشتوي في وسط الصيف. ما هياش المواد تضاف على الخضر عشان تستوي، لكنها عشان تخرج او تستوي احنا بنقول ان نظام الزراعة هو اللي اختلف، نظام الزراعة نفسه اختلف. طبعا دلوقتي كله بيفكر ازاي في التوسع الرأسي، ازاي التوسع الرأسي، لان يعني التوسع الافقي بقى صعب جدا، الرقعة الزراعية زي ما هي والناس بتزيد، بل بالعكس الرقعة الزراعية في اي بلد من البلاد بنبدأ واحدة واحدة بنعتدي عليها، فالرقعة الزراعية بتقل، فبيبدأ الاعتماد على ان احنا ازاي نحاول نخلي التوسع ده توسع افقي. الكوكب الشقيق كوكب اليابان والكوكب الشقيق له كوكب الصين، النهاردة بيعملوا لنا بينشئوا ابراج بيزرعوا فوق الابراج دي، فوق الابراج دي في الكوكب الشقيق برضو اليابان النهاردة بيزرعوا فوق المسطحات المائية، بيزرعوا ازاي داخل اماكن الخشبية، اكيد موجودة، اكيد موجودة طبعا، ديت موجودة وما بننكرش وجودها وبكثرة جدا. ان انت تروح تجيبي عمر دجاجة عمر 21 يوم وزنها كيلو ونص او 2 كيلو، فدي طبيعي ان هي بتاخد مواد رهيبة، بتاخد مواد رهيبة، المواد دي بتكون مضرة طبعا في الاكل. غير كده ان الطعام ده بتكون المادة الغذائية بتاعته يعني لو ما كانتش ضارة بتكون قليلة، بتكون قليلة جدا، الفوائد بتاعته بتكون قليلة جدا جدا. عندنا بعد كده بنقول أهمية المحافظة على الغذاء بالنسبة للحكومات. طبعا بتسعى الحكومات لتوفير الحماية الكافية للمستهلك من الأمراض والأضرار الناتجة عن الأغذية، ووضع السياسات اللازمة لتلافي تعرض المواطنين لمخاطر تلوث الأغذية.
بالفعل كل حكومة النهاردة لما بتتكلم أول حاجة بتتكلم عن إيه؟ يقول لك وزارة الصحة ووزارة التعليم، الصحة والتعليم. اللون الأخضر ده اللي موجود في البطاطس بيكون فعلا ده من ضمن الأمراض البطاطس، وفي نوع منه لما بيكون فيه الخضار ده بيكون خضار سام، وفي نوع بيكون بالفعل الخضار ده عدم تسوية، من إنها بتكون ما استوتش بالكامل، إنها تكون ما استوتش على أرضها في الأرض بالكامل. وفي فعلا لون أخضر بيكون عبارة عن تسمم في البطاطس، بس ديت مش بأسباب سرطانة ولا شيء، لا لا مش طريقة حفظ ولا شيء، هي شيء طبيعي في البطاطس نفسها، بتكون طبيعي في البطاطس، بتكون شيء طبيعي في البطاطس نفسها، ملهاش علاقة بالحفظ بتاعها. ومن ضمن أهمية إن الغذاء آمن، بالنسبة للأعمال وللشركات عندنا منافع للغذاء الآمن ده، 3 منافع مهمة، بنقول سلامة ورضا المستهلكين بشكل عام، التوافق مع القوانين، والحفاظ على الموارد والثورة الغذائية. على الموارد والثورة الغذائية. عندنا بقى الأضرار الغذاء لما يكون غير سليم، إن بيحصل مرض وسخط من المستهلكين، وبالنسبة للقوانين عندنا بيبقى فيه غرامات وجزاءات، وبالنسبة للعمل بتاعه بيبقى فقد في الموارد والثروة الغذائية وانهيار في الأعمال. وضحت الرؤية؟ بالنسبة لنا لأهمية المحافظة على الغذاء. سؤال بعد كده، كيف يمكن الوصول إلى غذاء آمن أو سليم؟ كيف يمكن الوصول إلى غذاء آمن أو سليم؟ بنقول يمكن الوصول إلى غذاء آمن أو سليم عن طريق تحقيق إجراءات تؤمن أو تدعم صحة الغذاء وسلامته وأمنه بالنسبة لاستهلاك الإنسان، وتشمل كل أوجه إنتاج الغذاء وحصاده وتصنيعه وتوزيعه وتحضيره وتقديمه، كما تشمل الأسباب المحتملة لتسممه، أي أنها من حين استلام الإجراءات ديت إيه ظروفها؟ أو إيه هي الإجراءات ديت؟ أنا لما بتكلم هنا عن استلام المواد الغذائية الأولية بأقصد بيها المؤسسة والفرد، الإنسان اللي بيشتري حاجة من السوبر ماركت، ما اتكلمنا اللي حضر محاضرات سابقة يسمع إن إحنا اتكلمنا، قلنا مثال على ذلك لو إحنا اشترينا نوع معين من المعلبات وقلنا طريقة حفظه إزاي. عشان اوصل لغذاء امن سليم، طريقة الحفظ بتاعتي للطعام ده هي اللي هتحدد ان كان الغذاء ده هيكون امن او غير امن. واعطينا امثلة، قلنا مثال ان انا بشتري علبة تونة كيلو، علبة تونة كيلو، وفتحت العلبة، ومجرد ما فتحت العلبة، العلبة دي اصبحت العلبة نفسها كعلبة صفيحة غير صالحة، غير صالح، يعني يلزمني
اني انا افضيها في حاجة تانية، زجاج او نوع من البلاستيك اللي بتحفظ في الاطعمة، واحطها في التلاجة، واصبحت غير صالحة انها تحفظ في جو الغرفة. علب التونة من انواع المواد الغذائية اللي انا لو فتحت العلبة اصبحت صلاحيتها هي النهاردة، الا اذا انا وضعتها فين؟ في الثلاجة. الا اذا وضعتها في الثلاجة. فاحنا عندنا بنقول عشان نوصل لغذاء آمن علينا 3 حاجات أساسيين لازم. المربى نفس الكلام. المربى نفس الكلام. عندنا 3 حاجات أساسيين لازم اتباعهم عشان نوصل لغذاء آمن. أول حاجة هي حماية الغذاء من أي تلوث، وهنتكلم باستفاضة عن تلوث الغذاء. الحاجة التانية والمهمة هي منع الملوثات من التكاثر أو التطور أو الانتشار. إن أنا أمنع الملوثات ديت من التكاثر أو التطور أو الانتشار، يعني مش بس ان انا بحمي الغذاء من التلوث، ده انا بحاول ان انا امنع المصدر بتاع الملوثات نفسه، عشان كل ما الملوثات دي بتتكاثر وتتطور وتنتشر يعني المشكلة ما زالت موجودة. الحاجة الثالثة أو الإجراء الثالث المهم جدا هو الإزالة الفعالة للتلوث والملوثات. الإزالة الفعالة للتلوث والملوثات، إن أنا مش عاوز إن أمنع ملوثات من التكاثر وتطور الانتشار وتبقى موجودة. ده لازم الإجراء الثالث اللي تكون الإزالة بالكامل وإزالة فعالة للتلوث والملوثات. بعد كده هنتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا، وإن كان كل النقاط مهمة، لكن إحنا بنتكلم عن مخاطر الغذاء والماء، الأغذية والأمراض. بنقول إن يمكن تلخيص الأضرار الصحية المتعلقة بالغذاء إلى 4 أنواع رئيسية. أول نوع منهم وهو أمراض حادة. أنا بتكلم دلوقتي عن الأمراض اللي بسبب الغذاء أو عن طريقه. الأمراض اللي بتحدث بسبب الغذاء أو عن طريق. أول حاجة بنقول أمراض حادة بتنتقل أو تكون بسبب الغذاء وتتصف بالأعراض الحادة والسريعة وقصر فترة الحالة المرضية، وهي ما تعرف بالتسمم الغذائي شديدة التأثير من معتدلة إلى حادة، واحتمالية الإصابة فيها من متوسطة إلى عالية، وكل الناس معرضون للإصابة، ومصادر الخطر من الغذاء الملوث. بالنسبة للتأثير على الأعمال وعلى الأشخاص طبعا بيكون قوي جدا. هنتكلم عن السمنة في وقتها يا أستاذ هايدي. احنا بنتكلم عن الأمراض الحادة. بعد كده بنتكلم عن الأمراض المزمنة. بتنتقل او تكون بسبب الغذاء وبتتصف بالاعراض المزمنة وطول فترة الحالة المرضية، وهي شدة التأثير بالنسبة لها حادة، واحتمالية الاصابة من متوسطة الى عالية، وكل الناس معرضون للاصابة، ومصادر الخطر من الغذاء الملوث، والتأثير على الاعمال قوي جدا.
تأثير على الأعمال، أقصد به المؤسسات اللي بتنتج الغذاء واللي بتبيعه مجهز أو نصف مجهز أو ني. الحاجة الثالثة بنقول إصابات نتيجة دخول مواد غريبة عن المادة الغذائية بغير قصد إلى المنتجات الغذائية. شدة التأثير منخفضة إلى حد واحتمالية الإصابة منخفضة، وكل الناس معرضون للإصابة. ومصادر الخطر من الغذاء الملوث، التأثير على الأعمال قوي جدا جدا. الحاجة الرابعة اللي عندنا هي حساسية الغذاء. حساسية الغذاء، وطبعا دي مش بتكون لكل الناس، دي لبعض الأفراد، وده رد فعل حساس شاذ، بيكون رد فعل حساس لنظام مناعة الجسم إلى بعض المواد والأطعمة. شدة التأثير بتاعها معتدلة إلى حد، واحتمالية الإصابة منخفضة، وليس كل الناس معرضون للإصابة. ومصادر الخطر من أنواع الغذاء المسبب للحساسية، التأثير على الأعمال منخفض، لأن ديت زي ما قلنا من الحاجات النادرة، يعني حاجات نادرة الحدوث، يعني احنا مش كل 100 هنطلع فيهم واحد عنده حساسية من نوع معين من الأطعمة. في ناس بيكون عندها حساسية من أسماك، في ناس عندها حساسية من أنواع معينة من اللحوم، في ناس عندها حساسية من الأملاح، في ناس عندها حساسية القمح وهي حساسية الجينوتين. فالحساسيات مختلفة، وده زي ما قلنا إنه ما بينطبقش على كل الأشخاص، لكنه بينطبق على الشخص المريض فقط. الصورة شكلها مش ظريف طبعا، لكنه موضوع مهم جدا جدا. قبل ما نتكلم عن التلوث، ان احنا نتكلم عن التسمم الغذائي، وهو مدخلنا للتلوث، هيكون التسمم الغذائي. التسمم الغذائي من الحاجات خطيرة جدا جدا، وأصبح الآن شيء عادي وموجود في حياتنا بصفة شبه يومية. يعني تدخل أي مستشفى، ربنا يشفي مرضانا ومرضى الجميع، بص تلاقي كل الأقسام فيها واحد اتنين واحد اتنين. نخش على أقسام البطنة أو الأقسام اللي هي أمراضها بسبب الغذاء، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، لأن إحنا بنحافظ على كل حاجة. اللي بيوصل سيارته مركز ومحافظ على طريقه، وبيظبط الثلاث مرايات، ويتأكد من زيت السيارة، ويتأكد من إن البنزين بتاعه مظبوط، والمية مظبوطة، وكل حاجة مظبوطة ومتوازنة في السيارة، وبيأكد إن العجل بتاعه موزون، وبيأكد إن البطارية شغالة وكل حاجة تمام قبل ما بيركب عربيته عشان الخطر. لكن إحنا لما بنخش ناكل الموضوع بيختلف. الموضوع بيختلف. ما بنقش أي حاجة من الكلام ده. لا بنهتم إذا كانت في مية أو مفيش، الزيت مظبوط أو مش مظبوط أو قليل، ميزان العجل مظبوط أو مش مظبوط، ما بنهتمش بده وقت الأكل. عشان كده اللي بيحصل من المشاكل اللي بتحصل عن طريق الغذاء وعن طريق التسمم الغذائي اكتر بكتير جدا من اللي بيحصل بسبب الحوادث. اللي بيحصل بسبب الحوادث، لان كل واحد بيقول لك انا حريص على نفسي، ان انا قبل ما اركب سيارتي لازم اتاكد من الحاجات دي، لازم اتاكد ان العجل بتاعي مظبوط، اتاكد ان انا معايا ستبن ورا، واتاكد ان انا معايا كذا، واتاكد ان انا مع زي ما انا بتاكد من ان في ميه معايا في السياره، ان الميه مظبوطه، وان الزيت مظبوط، وان زيت الفرامل موجود، زي ما بتاكد من الحاجات دي في سيارتي، لازم عشان سلامتي اعرف مهاره سلامه الغذاء. ازاي نحافظ على سلامة الغذاء؟
وانا بحمل جزء كبير جدا من المسؤوليه، زي ما انا قلت ان المراه نصف المجتمع وان لم تكن المجتمع كله، فانا بحمل المراه جزء كبير جدا، ان كل اللي في البيت مسؤوليتهم تحتها، مسؤوليتهم تحت ايدها، هي اللي مسؤوله عن اكلهم، الاغلبيه العظمى يعني، ده اللي لسه بيطبخوا يعني، اللي لسه بيطبخوا، ما بيطبخوش بقى وبيشتروا من المحلات. يبقى نتكلم عن المؤسسات، نتكلم عن المؤسسات، تاخد الكلام على المؤسسه، اللي بتطبخ تاخد الكلام على نفسها، عشان هي اللي لازم تراعي معانا سلامه الغذاء، عشان الاسره دي هي اللي مسؤوله عن طعمها، الاسره هي اللي مسؤوله عن طعمها. أول حاجة نتكلم فيها عن التسمم الغذائي، نقول هو إيه التسمم الغذائي؟ يعني إيه التسمم الغذائي؟ ما هو لسه موجود، إحنا ما قلناش حاجة. احنا بنقول الخير موجود، ما قلناش حاجة، ما انا عشان كده بنتكلم، احنا جايين نتكلم عشان الخير لسه موجود والحمد لله. يعني هي المرأة مش الطبيب، لكن احنا بنقول ان يعني يمكن الذات احنا كعرب مسلمين ان المرأة مسؤولة في بيتنا عن كل حاجة في الحاجات دي. هي اللي مسؤولة عن كل حاجة في الحاجات دي، هي اللي بتطلع تشتري الأكل، وهي اللي بتحفظ الأكل، وهي اللي بتسوي الأكل. ست، أنا مش بقول كده عشان تخافوا، هي معاها الإدارة بشكل عام طبعا، احنا ما نقدرش نتكلم يعني، ايه كله براسكم طبعا، مش انتوا المسؤولين عنا وعن طعامنا وعن تسممنا؟ خلاص اللي احنا بنتكلم على، احنا بنتكلم على طرق دلوقتي، هنعرف دلوقتي ايه الاقرب للتسمم، هل هو شراء الطعام ولا طبيخ الطعام ولا طريقة طبيخ الطعام وطريقة طهيه ولا طريقة حفظه ولا طريقة تقطيعه؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي لما بنتكلم عن التسمم الغذائي. أول حاجة بنعرف التسمم الغذائي، حد عنده فكرة عن تعريف التسمم الغذائي؟ أعرف أنا التسمم الغذائي، أعرف أنا التسمم الغذائي، نقول التسمم الغذائي هو الحالة المرضية الحادة التي تحدث بسبب تناول غذاء ملوث بالبكتيريا الممرضة أو الفيروسات المعوية أو النواتج السامة للفطر أو البكتيريا أو الملوثات الكيميائية أو الفيزيائية أو النباتات السامة. أو النباتات السامة. بنفسره يعني، احنا بنقول التعريف، أقول لكم التعريف تاني. أقول لكم تعريف تاني لتسمم الغذاء. بنقول إن التسمم الغذائي هو الحالة المرضية الحادة التي تحدث بسبب تناول غذاء ملوث بالبكتيريا الممرضة أو الفيروسات المعوية أو النواتج السامة للفطر أو البكتيريا أو الملوثات الكيميائية أو الفيزيائية أو النباتات السامة. ده تعريف
التسمم الغذائي. بنتكلم بعد كده بنقول أعراض التسمم الغذائي. حد يعرف حاجة عن أعراض التسمم الغذائي؟ لا لا، الكلام ده مش مظبوط طبعا، ده عدس يقعد لبكرة والبعض بكرة كمان، طالما اتبرد واتشال في التلاجة يبقى خلاص على كده، مغص ويسال وخي. كلام جميل، كلام جميل. كلام جميل. بنقول ان اعراض التسمم الغذائي هو الشعور بالاعياء، القيء، الاسهال، المغص، الالم المعدي، نقص الشهيه وفقدانها، الالم العضلي، ارتفاع الحراره، القشعريره، او ان الواحد يتنفض يعني. دي بتكون اعراض وعلامات التسمم الغذائي. تمام لحد كده؟ عرفنا أعراض التسمم الغذائي. بنقول بتظهر أعراض التسمم الغذائي برضه بتعريف بسيط تاني، الفشل في إيه؟ التعب العام. إحنا بنقول برضه تعريف تاني للتسمم الغذائي، بنقول الأعراض بتاعته بتظهر على هيئة غثيان أو قيء أو إسهال أو تقلصات في المعدة والأمعاء، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وفي بعض حالات التسمم قد تظهر أعراض على هيئة شلل في الجهاز العصبي بجانب الاضطرابات المعوية. وطبعا بتختلف فقدان شهية، هو عنده تسمم شهية إيه؟ هو عنده تسمم، هو عنده تسمم. وتختلف أعراض الإصابة وشدتها وارتفاع درجة حرارة الجسم والفترة اللازمة لظهور الأعراض المرضية حسب سبب التسمم وكمية الغذاء الملوث المتناول ومناعة الإنسان الذي تناول الغذاء الملوث. وده اللي احنا هنشرحه دلوقتي بشوية تفصيل. أعراض الظهور، أعراد الظهور، واسمعوا الأرقام عشان الأرقام غريبة شوية، الأرقام غريبة شوية. البعض بيشعر إن حالات التسمم عشان أنا آكل الغذاء دلوقتي لازم أتسمم دلوقتي، يحصل تسمم حالا، أنا أكلت السندوتش قبل ما أخلص السندوتش لازم أكون في المستشفى عشان يبقى ده تسمم. هتسمعوا أرقام ممكن تكون جديدة على البعض والبعض عارفها، ممكن تكون جديدة على البعض والبعض عارفها. تبدأ الأعراض بالظهور بين ساعة و36 ساعة. يبقى الأعراض بتاعة التسمم اللي أنا قلتها دي، اللي هي زي ما قلنا القيء، إسهال، تقلصات في المعدة والأمعاء، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، قلنا إنها ممكن شلل في الجهاز العصبي والاضطرابات المعوية، إن الحالات دي كلها ممكن تظهر من ساعة ل 36 ساعة. يعني ممكن أمس في الغداء كن كلت طعام ملوث في مكان ما، في مطعم ما، مقلي بطريقة ما، أو مطبوخ بطريقة ما غير صحية، يحدث تسمم نتكلم عنه النهاردة بالليل بعد 36 ساعة تظهر أعراضه، تظهر أعراضه. والفترة دي بتسمى بفترة الحضانة بالنسبة للبكتيريا طبعا، وقد تمتد فترة المرض من يوم وحتى 7 أيام، ومعظم الحالات يمكن علاجها بالمنزل، ولكن في بعض الأحيان يستدعي العلاج الدخول إلى المستشفى. وحالات قليلة من التسمم طبعا لما بيكون شديد جدا بيؤدي عزنا الله وإياكم من التسمم إلى الوفاة.
وده هنتكلم عن كيفية علاج التسمم بالمنزل باستفاضة بعد ما نكمل أنواع التسمم. بعد ما نكمل أنواع التسمم بنقول إن أي إنسان من الممكن إنه يصاب بالتسمم الغذائي، ولكن هناك مجموعات تعتبر هي الأكثر عرضة بالإصابة. حد يعرف مين هم اللي أكثر ممكن يحصل لهم تسمم أكتر من غيرهم؟ في مجموعات كده معينة، نوعيات معينة من الناس معرضة للإصابة أكتر من غيرها بالتسمم. ادونا أمثلة كده. التفاعل يا رواد، اللي عنده مناعة قليلة. كلام جميل، كلام جميل. أستاذة هايدي بتقول اللي عنده مناعة قليلة. تاني، الأطفال وكبار السن. رائع رائع رائع، تمام. الأطفال كلام جميل. والمرضى يا أستاذة، خدها بقينا حاجة واحدة بس كده، وهم الحوامل. واحنا هنتكلم عن الأربعة دلوقتي. هنقول عندنا أول مجموعة هم الأطفال، وبنقول ليه الأطفال؟ وذلك لعدم اكتمال الأجهزة المناعية لديهم، ولأن العصارات الحمضية التي يتم إفرازها داخل الأمعاء لا تصل بعد إلى القدرة على القضاء على الملوثات. ده بالنسبة للأطفال. المجموعة الثانية الحوامل، وذلك لضعف الجهاز المناعي لديهم نتيجة الحمل ووجود الأجنة. بارحم. المجموعة الثالثة، وقلنا المرضى وتحديدا المرضى بأمراض مزمنة، حيث يؤثر العلاج المتناول سلبا على الجهاز المناعي لديهم. يعني كده احنا بقى عندنا المسنين، وبنقول وذلك لضعف الجهاز المناعي الناتج عن قلة عنصر البروتين في وجباتهم وضعف الدورة الدموية لديهم. يعني الأربعة دول كده بيقولوا لنا ان ممكن غذاء مسمم يصيب البعض ولا يصيب البعض الاخر، وان ممكن غذاء مسمم يسبب للبعض حاله من التسمم ممكن علاجها بالمنزل، وممكن يسبب لاخر حاله لا يمكن علاجها بالمنزل وتحتاج لاستدعاء الطبيب او تحتاج للاقامه بالمستشفى. كما ان هناك من ضمن المجموعات اللي احنا قلناها ديت بتقول لنا حاجة تانية، بتقول لنا إن في ناس ممكن تصاب بالتسمم وناس ما تصابش بيه أصلا، من نفس المنتج أو من نفس الطعام. يعني الإنسان لو المناعة بتاعته عالية ممكن بعض البكتيريا أو بعض أنواع التسمم ما تأثرش فيه أصلا، ما تأثرش فيه أصلا. فلذلك الكلام ده له زاوية تانية ضرورية جدا 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 عشان الناس اللي في البيت، الناس اللي في البيت. يعني أنا لو عندي طفل في البيت معناه إيه؟ معناه إن أنا ما أروحش أشتري منتج يكون باقي في الصلاحية بتاعته يومين ثلاثة، معناه إن أنا ما أروحش أجيب من على رف الزبادي من غير ما أقرأ كويس اللي مكتوب عليه إيه؟ ما اجيبش حاجة فيها علبة مضغوطة او علبة لونها متغير، لان انا عارف ان اللي عندي دول مناعتهم قليلة. لو انا عندي حد مجموعة من الاربع مجموعات دول في البيت، لازم اراعي انه ممكن يحصل له تسمم اكتر من غيره. مظبوط يا سيدي؟ ممكن يحصل له تسمم اكتر من غيره. انا بقولش المواد المعرضه للشمس او غير الشمس، انا ما اعرفش طريقه التخزين تمت ازاي. ما اشتريش العروض الرخيصه اللي بقى فيها 5 ايام و10 ايام من منتجات غذائيه لمده شهور. في مواد غذائيه بتبقى صلاحيتها 6 شهور، في اخر 10 ايام او 15 يوم بتبدا تباع باسعار رخيصه جدا، تباع بعروض رخيصه جدا. انا ممكن اشتريها وما تاثرش عليا لو انا انسان سليم، لكن
لو انا من ضمن الاربع مجموعات دول، لو عندي حد في البيت من ضمن الاربع مجموعات دول، انا لازم اراعي ان انا ماليش دعوه بالعروض دي خالص، ماليش دعوه بالعروض دي خالص. انا مش عارف عيوب التخزين كان شكلها ايه، انا مش عارف هل مشكله المنتج ده كان مشكلته لما استلموه في الجمارك، ولا بعد ما استلموه، ولا اثناء البيع. مشكلته ايه؟ العرض عليه ليه؟ العرض عليه ليه دلوقتي؟ صلاحيته بقى فيها 15 يوم او 20 يوم، ممكن يكون بسبب سوء التخزين، بسبب سوء التخزين. معرفش انا سوء التخزين ده من امتى، فارجوكم سلامة 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 الغذاء. 3 مرات بقولها سلامة الغذاء. اهم حاجة سلامتنا هي حياتنا، هي عمرنا، سلامتنا هي حياتنا. وزي ما احنا بنحافظ قوي ان احنا قبل ما ننام بنقفل الغاز، واقفل دي كويس، وتأكد ان انت طفيت الكهرباء، تأكد ان انت شلت الفيشة، وتأكد من كذا، وتأكد من كذا، برضو اتأكد من دي، ان ده شيء مهم، ده شيء مهم النهاردة، شيء مهم النهاردة. لو رحنا النهاردة وعملنا دراسة او بحث النهاردة على بناية فيها 20 شقة، وتعالى شوف كم حالة حريق حصلت، كم حالة كهرباء حصلت، كم حالة كذا حصلت، هتلاقي سنين ممكن العمارة دي تكون حصلت واحد شقة واحدة فيهم مثلا حصل فيها كذا. تعال نشوف كم حالة حصلت مغص، كم حالة حصلت تلبك معوي، كم حالة حصلت إسهال، كم حالة حصلت حدث ولا حرج. عشان احنا بنراعي سلامة كل شيء، لكن سلامة الغذاء دي مش حاطينها في الحسبان، ليست داخل الحساب، ليست داخل الحساب. لازم ندخلها معانا دائرة الضوء، لازم سلامة الغذاء ندخلها دائرة الضوء، تبقى شيء مهم جدا، زي ما انا مهم جدا، زي ما انت بتخافي جدا على اولادك وبتقفلي الغاز بالليل، وبتخافي جدا عليهم وتأكدي ان انت فصلت سلك الدفاية، تأكدي من الأنوار، تأكدي من الشبابيك، تأكدي انهم متغطيين كويس. زي ما انا بتأكد من ديت، لازم اتأكد من سلامة الغذاء، ان الغذاء بتاعي صالح، وان الغذاء بتاعي ينفع استمر، وان الغذاء اللي يحفظ في التلاجة محفوظ في التلاجة، وان الغذاء اللي يحفظ في عبوة محفوظ في العبوة ديت بالفعل، واللي ما ينفعش فيها يبقى مش موجود. ديت الزاوية اللي لازم ناخدها لأي حد عنده مجموعة من 4 مجموعات دول، لازم يتعامل معهم على هذا الأساس، يتعامل معهم على هذا الأساس. احنا أستاذ هايدي بنقول ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. انا لو مش قادر اتحكم في تلوث الماء بنسبة 100%، لكن انا بتكلم على اللي في ايدي، الحاجة اللي انا بشتريها من الشارع، الحاجة اللي انا بشتريها من السوبر ماركت، الحاجة اللي انا بشتريها من المحل، الحاجة اللي انا بطبخها بايدي، الحاجة اللي انا بقطعها، الحاجة اللي انا بغسلها، ابدأ اتعامل معاها ازاي، ابدأ اتعامل معاها ازاي، عشان ما اتعرضش انا او مجموعة من ال4 مجموعات اللي احنا اتكلمنا عنهم دول لحالة من حالات التسمم الغذائي. وضحت المعلومة؟ وضحت؟ الناس خايفة ولا ايه؟ الناس خايفة المحاضرة ديت؟ مفيش ابتسامات طيب؟ مفيش ابتسامات بعد التسمم الغذائي؟ مفيش غير استاذه هدى واميره ولا القاعه النصره واحد؟ عندنا 10 بالقاعه. كده في 3 عندنا، 4. باقي الناس فين؟
طيب الحمد لله. نتكلم بعد كده عن التسمم الغذائي. بنقول التسمم الغذائي عندنا 3 أنواع رئيسيين، من اللي هما بيسببوا التسمم الغذائي. عندي التسمم الميكروبي، والتسمم الكيميائي، والتسمم الطبيعي. أول حاجة بنتكلم عن التسمم الميكروبي، بنقول يعتبر التسمم الميكروبي أو العدوى الميكروبية من أهم مسببات حوادث التسمم. طبعا ده الغالبية العظمى بتكون ميكروبات، الغالبية العظمى بتكون ميكروبات وبكتيريا، وهنتكلم إن شاء الله عن البكتيريا باستفاضة. وبيتم عادة تقسيم التسمم الميكروبي إلى عدة أنواع حسب حالة الإصابة بالمرض. حسب حالة الإصابة بالمرض. أول حاجة بنقول حدوث الإصابة بالمرض عن طريق تناول غذاء يحتوي على أعداد كبيرة من الميكروبات التي تخترق الغشاء المخاطي للأمعاء، ثم تظهر أعراض المرض. ومن أمثلة هذا النوع الإصابة بعدوى السالمونيلا التي توجد في أمعاء كثير من الحيوانات المحيطة، وبالتالي زيادة فرص وصولها للغذاء والماء، وبصفة خاصة اللحوم والدواجن والبيض والألبان ومنتجاتها. ده بالنسبة لإيه؟ للسالمونيلا اللي بنتكلم عنها. الحاجة التانية عندنا حدوث الإصابة بواسطة السموم، واللي هي بتسمى بتوكسينكس، وبتفرزها الميكروبات أثناء تكاثرها وتحللها في الغذاء. وهذه السموم وليس الميكروبات المنتجة لها هي التي تتسبب في حدوث المرض للإنسان. ومن أمثلة هذا النوع التسمم البوتولين، وهو من الأمراض المزعجة للإنسان، حيث يتسبب في حدوث شلل الأعصاب، ويحدث نتيجة للسموم التي يفرزها ميكروب الكلوستريديوم بتولونيوم الموجود في الأغذية. وهناك أيضا التسمم بالسموم الفطرية اللي هي الميكوتوكسينات، والتي تفرزها بعض الفطريات مثل سبير جيلوس. عندنا الشيء الثالث بعد كده هو حدوث الإصابة عن طريق تناول غذاء يحتوي على أعداد كبيرة من الميكروبات التي تصل إلى الأمعاء الدقيقة للإنسان، فتتكاثر وتنتج سموما، وبالتالي تظهر أعراض المرض. ومن أمثلة هذا النوع ميكروب الكولستريديوم بيرفرينجز، وهشرح لكم الميكروبات ديت باستفاضة برضو إن شاء الله. ومصدره بيكون التربة أو السباخ. الحاجة التانية اللي إحنا اتكلمنا عن 3 حاجات، قلنا الأول إن هو تناول الغذاء في أعداد كبيرة من الميكروبات بتخترق الغشاء المخاطي للأمعاء، ودي بتكون موجودة قلنا في الدجاج أو في اللحوم. النوع التاني ده الميكروب ده أو التوكسينكس ده، الميكروب ده بيعمل إيه؟ الميكروب ده نفسه غير سام، لكن في حالة أنا لو حاولت أقتل الميكروب بس سبته فترة يعيش داخل الغذاء نفسه، بيفرز السموم داخل الطعام قبل ما يموت. بيفرز السموم داخل الطعام قبل ما يموت، هي السموم ديت اللي بتسبب التسمم الغذائي مش الميكروب نفسه. الحاجة التالتة اللي قلنا عليها حدوث الإصابة عن طريق تناول غذاء يحتوي على أعداد
كبيرة من الميكروبات قمنا بتصل الأمعاء الدقيقة للإنسان فتتكاثر وتنتج سموما، وقلنا ديت اللي هي بتحدث من حالات التربة ومن البراز ومن السبخ. ده كده بنتكلم عن التسمم الميكروبي. تبقى لدينا نوعين من التسمم، عندنا التسمم الكيميائي. بيعتبر التسمم الكيميائي مصدر هام من مصادر التسمم الغذائي، ويمكن تلخيص مصادره في التالي. عندنا 4 حاجات هنلخص فيهم التسمم الكيميائي. التسمم بالمعادن يحدث نتيجة تخزين أو حفظ الأغذية الحمضية كعصائر الفكاهة في عبوات مبطنة، أو يدخل في تركيبها معادن مثل الكادميوم أو الأنتيمون أو الزنك أو الرصاص أو النحاس. لذلك يا أحبائنا الكرام، إحنا دائما لما بنتكلم عن التسمم بالمعادن بنرجع لموضوعنا علبة التونة وعلبة الصلصة وعلبة المربى زي ما قالت أستاذة أميرة. كل العلب اللي إحنا بنشتريها لازم واحنا بنشتريها نراعي ان العلبة دي صلاحيتها موجودة عليها، وان فيها لسه صلاحية طويلة، وان العلبة دي غير مصابة باي شيء، مفيهاش اي ضغط من اي اتجاه، مفيهاش اي كسر من اي اتجاه، العلبة سليمة بنسبة 100%. لون الورقة اللي عليها غير مختلف عن أي لون ورقة أخرى من نفس العلب اللي موجودة في المكان اللي أنا بشتريه منه. الحاجات دي مهمة جدا جدا. قلنا إن العلب دي بتصنع من مادة ومواد رخيصة جدا جدا، ومن أنواع رخيصة من المعادن. الحافظ فيها هي المادة اللي بتحفظ، أو المادة اللي بيجلفن بيها العبوة من الداخل. بمجرد اي خبطة بسيطة بتؤثر على الجلفنة دي، بناء على ذلك تقوم المادة الموجودة، المادة الغذائية الموجودة داخل العلبة بالتفاعل مع الحديد او الزنك او النحاس المصنع منه هذه العلب، مما ينتج عنه حالات التسمم الكيميائي، وبنسميه تسمم بالمعادن. حاجة تانية بتحصل من التسمم بالمعادن لازم تاخد بالها منها كويس ست بيت، زي ما انا قلت لو انا اشتريت علبة صلصة وزنها 5 كيلو، علبة صلصة طماطم وزنها 5 كيلو، معجون طماطم، طماطم بوريه، كل بلد حسب الايه ما بتسميه، 5 كيلو. بمجرد ما افتح العلبة، العلبة دي اصبحت غير صالحة، لازم اطلع منها صوص الطماطم ده واحطه في حاجة ستانلس، احطه في حاجة بلاستيك، احطه في بايركس، احطه في زجاج، في اي حاجة تحافظ عليها واحطها داخل الثلاجة. طبعا بغطيها بالزيت، لو صلصة الطماطم بغطيها باي نوع من الزيت عشان اللون بتاعها ما يتغيرش وما تتفاعلش مع الهواء، وبحطها في الثلاجة. ما ينفعش ان احط العلبة تاني في الثلاجة. البطرمانات الزجاج كلها صالحه، اللي بياخدوا مخللات او اللي بياخدوا اي شيء، البطرمانات ما فيهاش اي شيء خالص، تستخدم عادي. لكن انا فتحت علبه مربى، فتحت علبه تونه، فتحت علبه صلصه، اي شيء ما ينفعش تحفظ داخل العلبه دي تاني، خلاص على كده. بمجرد الفتح صلاحيتها اصبحت صفر، صلاحيتها اصبحت صفر. النوعيه طالما متغطيه بالزيت بالكامل، طالما متغطيه بالزيت بالكامل، الزيت مغطيها بالكامل، مش ظاهر منها اي شيء، مش هتبدا تتفاعل. وانا بانصح ان اشتري كميات على قدي. معلش هتتعبوا لو هتروحوا تجيبوا الحاجه كل اسبوع، لكن عشان سلامه الغذاء اللي احنا بنتكلم عليها، عشان سلامه الغذاء، عشان موضوع الدوره اللي احنا بنتكلم فيها ديت، النهارده ثالث محاضره بنتكلم عن سلامه الغذاء. عشان سلامه الغذاء، وعشان سلامتنا وسلامة أولادنا وسلامة الناس المرضى اللي موجودين معانا وكبار السن والحوامل واللي بيرضعوا والمسنين
واللي عندهم أعاذنا وإياكم أمراض مزمنة، واللي عندهم حساسية من أنواع معينة من أنواع الغذاء، نحافظ لهم على سلامة الغذاء؟ يعني إحنا لو مش هنقدر نديهم الشفاء، لكن نقدر نديهم غذاء صالح على الأقل يحافظوا على الجزء اللي موجود من صحتهم، الثبات، ما تحفظش على شكل مكعبات، ما تفرزنيش صوص الطماطم الصلصة، ما تفرزنش. لو انت عملت صلصة في البيت احفظيها في الفريزر، لو انت عملت صلصة في البيت احفظيها في الفريزر، المعلبة ما تحفظش في الفريزر، لا ما تحفظش في الفريزر، الصلصة المعلبة ما تحفظش في الفريزر، بتحفظ في التلاجة. ده بالنسبة للتسمم بسبب المعادن. قلنا طبعا من ضمن بسبب المعادن ان ممكن برضو ان مواد معدنية تقع فيها. انا بأبشر على المبشرة والمبشرة سنها ضعيف، وسنة وقعت منها، جزء وقع منها في الطعام. المعدات اثناء تنظيفها، معدات الطعام الكبيره جدا ديت اثناء تنظيفها وقع منها جزء في الطعام من المعادن، برضه ديت بتاثر عليه. موضوع مجموعه المناشير، المنشار بيكون له سن احيانا في توقيع في تقطيع بعض اللحوم الفروزن او حاجه، بتكسر منه سنه او اتنين داخل الطعام، بتكون بسبب تسمم بسبب المعادن. عندنا الحاجه اللي بعد كده، التسمم بالمبيدات. التسمم بالمبيدات بيحدث نتيجة تلوث الخضروات أو الفاكهة عند رشها بالمبيدات أو وجودها أو حفظها في أماكن حفظ المبيدات، ويحدث أيضا نتيجة التسمم بالمبيدات الحشرية المنزلية نتيجة إساءة استخدامها وتماسها مع أواني وأماكن حفظ الطعام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني انا المبيدات في المطبخ تكون بعيده خالص عن الفاكهه، المبيدات في المطبخ تخليها بعيده خالص عن اماكن الطعام. طب انا يا شيف عاوز ارش المطبخ بتاعي اعمل ايه؟ لازم اتاكد 100% ان كل حاجه متغطيه بنسبه 100%. بغطي كل حاجه باكياس بلاستيك وارش كويس، وبعد كده بغسل كل حاجه كويس، وتتغسل جيد جدا، تتغسل جيد جدا، كل حاجة تتغسل كويس جدا، وتتشطف وتتعقم. المعقم النهاردة أصبح شيء سهل وميسور في يد الجميع. النهاردة السانيتايزر، حد ما يعرفش السانيتايزر؟ حد ما يعرفش المعقمات؟ طب حد عارف المعقمات؟ تعقيم. طب حد صاحي في المحاضرة؟ السانيتايزر ده يعني مطهر، سانيتايزر يعني مطهر، سانيتايزر يعني مطهر. فأنا بنتكلم عن مطهر أو معقم، يعني أنا بعد ما بنضف الرخامة اللي أنا قطعت عليها اللحمة بغسلها كويس وأشطفها كويس وأنشفها كويس، وبعد كده بطهرها، برش عليها السانيتايزر ده معقم، بتاكد كده ان خلاص ما بقاش عليها اي بكتيريا، ما بقاش عليها اي بكتيريا، عشان اقدر اكمل المواد التانية اللي عندي، عشان اقدر اقطع الحاجات التانية اللي عندي. ما عنديش مطهر ليمونة، ما عنديش ليمونة، معلقة خل واطهر بيها مكان، وطهر بيها المكان كويس اللي انا بشتغل عليه، خل ابيض. فقلنا برضو ان لازم نبعد عن المبيدات، زي ما احنا بنقول كمان غسيل الخضروات كويس جدا جدا، غسيل الخضروات كويس جدا. في حبوب معقمة اسمها حبوب معقمة، الحبوب ديت عشان لو في دودة في الخص، لو في أي شيء ميكروبات
في الخس أو في الخضار أثناء غسيله، بقوم بوضع حبة. الحبة ديت بتوضع في كام؟ بتوضع في 20 لتر مية، في 20 لتر مية، بتوضع في 20 لتر مية الحبة الواحدة، بتوضع مع الغسيل، وتغسل أغسل كويس الخضار والفاكهة بتاعتي. الحبوب دي بتتباع ورخيصة مش غالية، العلبة فيها عدد كبير جدا من الحبوب، حبوب تعقيم، حبوب تعقيم، حبوب تعقيم، حبوب، حبوب غسيل الفاكهة والخضار. هيكون اسمها زي ما موجودة عندك، يعني زي ما موجودة عندك هيكون اسمها حسب البلد أو حسب المكان، أنت بتجيبيها حبوب تعقيم، حبوب غسيل الخضار والفاكهة. بطرمان كبير كده فيه كمية كبيرة جدا، أسعاره مش غالية انترناشونال، عالميا أسعاره مش غالية. بيكون معاه علبة صغيرة كده، العلبة ديت هتلاقي فيها حاجات كده قد عود الكبريت، ديت عبارة عن ميزان أنا بقيس بيه التركيز بتاع الحباية دي عمل إيه في المية. هتلاقي على العلبة ديت موجود عدة ألوان، 3 أو 4 ألوان. ال3 أو 4 ألوان دول بشوف أنا القطعة اللي أنا طلعتها ديت زي الترمومتر زي عود الكبريت، بقيس بيها بشوف التركيز بتاعي، بعرف إذا كانت دي مركزة أو غير مركزة. بمجرد ما بحط فيها دي، هي بتترمي لأن هي في كمية كبيرة جدا في العلبة، موجودة برضو كمية كبيرة جدا جدا من زي الترمومتر ديت اللي هي بتاعة القياس، بتتغير اللون من الألوان اللي موجودة عندي على العلبة، بتتغير لون الألوان الموجودة عندي على العلبة، بعرف نسبة التركيز إذا كانت 20% 50% إذا كانت 100%، بحيث المرة دي لقيت إن أنا التركيز أقل، لأ بعد كده أنا أزود، بعد كده أنا أقلل من المية عشان التركيز يزيد بتاع الحبة، لأن بمجرد ما بفتح البطرمان بتاع الحبوب ديت الرطوبة بتأثر عليه، بعد فترة بيبقى التركيز بتاعها أقل، عشان أعرف أنا أستخدم معاها كمية مية قد إيه. يعني ببدأ الأول مثلا أحط كمية مية قليلة وأشوف التركيز بتاعها، لو التركيز عالي يبقى لازم أخفها شوية. وبغسل بيها الخضار والفاكهة بتاعتي، بتأكد كده إنه اتغسل وفي نفس الوقت اتعقم. بعد 10 دقايق، أقل من 10 دقايق ممكن أرفعه، وبكده بيبقى اتعقم عندي بالكامل، واطمن إن المبيدات اللي ترش بيها الفاكهة أو الخضار ديت مش هتأثر علينا ومش هتسبب لنا تسمم غذائي. عندنا النوع الثالث من التسمم الكيميائي، هو التسمم بالمنظفات. التسمم بالمنظفات، بنقول المنظفات التي تستخدم في خطوط غسيل، في غسيل خطوط إنتاج وتصنيع الأغذية، كما يحدث نتيجة الاستخدام الخاطئ سواء عن طريق استخدام تركيزات عالية من هذه المواد أو نتيجة لعدم الغسل الجيد عقب استخدامها، مما قد ينتج عنه انتقال هذه المواد الكيميائية للغذاء. طبعا الكلام جميل، وحاسين ان انتم مش هتذكروا في الموضوع ده. انا ما بتكلمش عن المؤسسات دلوقتي، انا بتكلم عن مطبخ البيت. ده هو هنا بيتكلم عن خط انتاج، هنا بنتكلم عن خط انتاج. لا، ده انا بتكلم برضو عن المطبخ البيت، بتكلم عن مطبخ البيت، يعني المنظفات تكون بعيدة عن متناول الأطفال، المنظفات تكون بعيدة عن الأكل، المنظفات ما حطهاش في زجاجات المية، زجاجة المياه الغازية ما حطش فيها منظفات، ما حطش أي منظفات في حاجة زي كده لأنها ممكن تسبب التسمم الغذائي. تاني حاجة الغسيل، أتأكد إن دائما إن في شطف بعد الغسيل، ما استخدمش مادة مركزة بدون إن أنا أخفها، إن المواد المركزة بتتفاعل، المواد المركزة بتتفاعل. زي مثلا ما أنا أجيب الفري ده تقيل، نوع الفري تقيل بطعم الليمون جميل ومكتوب عليه بالليمون طبيعي، ما استخدموش مع الاواني بدون ما اخففه، بدون ما احط عليه شويه ميه.
ما استخدموش مركز، ما استخدموش مركز. لازم خف، لازم اخف، ما خفتهوش واستخدمته مركز، يبقى لازم اشطف لحد ما اتاكد ان لون الميه ابيض، ولازم انشف، لازم اللي انا غسلته انشفه، لازم اللي انا غسلته انشفه. اخطار كتيره جدا بتحصل في المطابخ بسبب المنظفات بالذات، بسبب المنظفات بالذات. انا مصدقك يا استاذ عادل. النقطة الرابعة عندنا هي التسمم بإضافات الأغذية، بنقول مثل مكسبات الطعم والرائحة والمواد الحافظة، حيث تضاف مثل تلك المواد إلى الأغذية بغرض تحسين أو تغيير صفاتها من حيث الطعم واللون والرائحة والقوام وزيادة فترة الصلاحية. ومن المعروف أن استعمال تلك المواد حسب النسب المقررة لا تسبب ضرر صحيا، وعند استخدامها بكميات كبيرة فإنها قد تتسبب في حدوث تسمم. ودينا مثال على استخدام الحاجات دي بكتير، اللي هو أملاح جلوتومات أحادية الصوديوم. إيه الاسم الغريب اللي بيقوله الشيف ده؟ الاسم اللي بنقوله ده أملاح جلوتومات أحادية الصوديوم، اللي هي الجيناموتو، اللي هو الملح الصيني، الملح الصيني. ولون الملح الصيني إذا استخدم بكمية قليلة فهو ما فيش أي مشكلة فيه خالص، لكن بكمية كبيرة بيكون من الحاجات الضارة جدا، الضارة جدا. عندنا كمان البيكنج باودر، البيكنج باودر والكربونات، وما استخدمش منه كميات كبيرة، ما استخدمش منه كميات كبيرة. يعني لو انا هحافظ على الخضار اخضر بستخدم منه معلقة، نص معلقة، لكن مش استخدم نص كوب، مش اجيب باكت كامل وافضيه، لازم استخدم منه كميات صغيرة على تأدي الغرض على قد الحاجة. احنا بنقول ان مكسبات الطعم والرائحة واللون ما بتسببش ضرر لو كانت حسب النسب المقررة، بس كمان حاجة تكون لسه فيها صلاحية كبيرة، تكون لسه فيها صلاحية كبيرة. يعني الأولاد ما يروحوش يجيبوا لبان ملون وتكون الصلاحية بتاعته بقى فيها 10 أيام، بقى فيها 5 أيام كده. الألوان دي محطوطة حسب النسب المقررة وفعلا تبع شركات معتمدة وكل شيء معتمد وكل شيء مظبوط، لكن صلاحيته فين؟ تخزينه من امتى؟ انا لا اضمن التخزين انه تم بطريقه صحيحه، ان الحاجه صالحه لاخر يوم في تاريخ الصلاحيه الموجود على العلبه. اضافه لان الطفل زي ما قلنا من ضمن المجموعات الاربعه اللي احنا قلنا ان هو قليل المناعه، فممكن يتسبب له تسمم غذائي بالسلامه، يتسبب تسمم غذائي بسبب الوان على الرغم انها نسبه مقرره ونسبه صالحه ولسه باقي صلاحيه فيه. لكن الصلاحيه دي قد ايه؟ الصلاحيه دي قد ايه؟ عشان كده لازم نراعي كويس اولادنا بياكلوا ايه؟ اولادنا بياكلوا ايه؟ ونتعامل على هذا الاساس. عندنا بعد كده بنتكلم عن التسمم الطبيعي. احنا يعني بنقول نخفف منه، اصلا مش هتعرف تمنع حد، الكبار مش هتعرف تمنعيهم، مش هقولك الاطفال، نخفف منه قدر الامكان، نخفف قدر الامكان من اي الحاجات اللي هي واخده مواد حافظه كتيره دي، نخفف منه. لو كان ولا بد ان انا اجيب البطاطس واقلقلهم في البيت، واعتقد ان الوصفات مغرقه الدنيا على النت، مش هقول لك على صفحه الشيف خالد لكن على ملايين الصفحات هتلاقي موجود. الموضوع بسيط، ان انا اعمل شيبس زي الشيبس اللي بيتباع، الموضوع بسيط ما بياخدش وقت، الماكينات النهارده يدوي وبالكهرباء وبكل حاجه، من السهل ان انا اعمله، يعني من السهل ان احنا نعمله.
ونتأكد إن الأولاد بتاخد حاجة مقلية بزيت أنا عارفه وعارف المصدر بتاعه، والنهاردة بتتباع طعم الجبنة وطعم البيتزا وطعم الكاتشب، الحاجات دي كلها بتتباع في عبوات سهلة وبتترش على البطاطس، يعني ما بقتش صعبة ولا حاجة، الموضوع بسيط. بس أنا شايف قدام عيني الزيت اللي أنا بقلي فيه شكله إيه، ونوعية البطاطس شكلها إيه، وشايف الحاجات المواد اللي أنا بحطها عليه شكلها إيه، وعارف صلاحيتها إنها حاجة صالحة. تمام لحد كده؟ نتكلم عن التسمم الطبيعي. بنقول التسمم الطبيعي بيحدث نتيجة تناول غذاء به سموم موجودة في بعض الأحياء البحرية والنباتية. الأول التسمم عن طريق السموم الموجودة في الأحياء البحرية اللي هي الأسماك والقواقع، حيث يحدث التسمم نتيجة تناول بعض الأحياء البحرية السامة بطبيعتها، حيث أن هناك عشرات الأنواع من الأحياء البحرية زي بلح البحر وأسماك العقرب والأسماك الصخرية قد تتسبب في حدوث التسمم المحاري أو المسبب للشلل العصبي نتيجة السموم الموجودة بها، والتي تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان، حيث يعتقد أن سمية هذه الأنواع ترجع إلى تغذيتها على حيوانات تحمل مواد سامة. ده التسمم. احنا ما بنقولش فيه، يعني هو هم يعني مش عاوزين نقول ان في مواد سامة، مش عاوزين نقول ان في مواد سامة، لكن احنا بنقول امتى بيكون سام، امتى بيكون سام. احنا مش عاوزين نقول الاندوبي فيه مواد سامة، الاندوبي ما فيهوش مواد سامة، وبسم الله ما شاء الله الفلبيني هنا بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا ويتسحروا، وسناكس عندهم الاندومي، بيجيبوا كراتين كل يوم ومفيش حد بيجرى لهم اي حاجه خالص شكلا وموضوعا. مش عاوزين نقول ان سام، لكن احنا بنقول امتى يكون سام، امتى ممكن يحدث تسمم، امتى يحدث تسمم. فاحنا بنتكلم من ضمن الطبيعي قلنا الاحياء البحريه ان في انواع اساسا، ان في انواع اساسا سامه بتبقى موجوده من ضمن الاسماك، لذلك بننصح هي ما بتحتاجش لسوى، هي بتحط عليها ميه سخنه بس، يعني هي ما بتحتاجش لسوى، هي بتحط عليها ميه سخنه بس، الاندومي تحط عليه ميه سخنه بس وتتصفى بعد كده كمان، حتى اكياس التوابل والبهارات موجوده معايا يعني. مفيش مشكله يعني، بس بقى مش اندومي 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 يعني على طول، يعني ما يقضوهاش اندومي يعني. فقلنا ان بعض الاسماك بتكون سامة بطبيعتها، او بعض الاسماك بتتناول اساسا بتتغذى على انواع من المأكولات سامة فبتسبب بعض التسمم، لذا احنا بننصح الناس ما تاكلش السمك، السمك اللي انا مش عارفه ماكلوش، سمك غريب اصطدته ماكلوش، مش عارفه معرفش نوعه، خلينا في الاسماك المشهوره بتاعتنا واللي احنا عارفينها اللي هي ما فيهاش مشاكل، انما ما نغامرش يعني، ما نغامرش. زي ما انا اتكلمت عن السياره من شويه، السياره بتشتغل 95 انا مش هروح اديها 80 و91، انا عارف انا عندي الصحيح، عارفه ايه اللي يخليني اغامر، ايه اللي يخليني اغامر، وانت بتغامر بصحتك مش بتغامر بشيء بسيط ما تعرفش النتيجه هتكون ايه، ممكن انت كويس وما يحصلش معاك حاجه، لكن زي ما قلنا لو عندك حد من اربع مجموعات اللي احنا اتكلمنا عنهم في البيت ممكن يحصل معاه، ممكن يحصل معاه.
ايه اللي تحفظيها في الثلاجة، بغسيل ولا بدون غسيل؟ مفيش مشكلة لو اتغسل السمك، مفيش مشكلة. مفيش مشكلة من غسيل، انت كده كده السمك هيتغسل، السمك هيتغسل، السمك هيتقشر ويتنضف ويتغسل ويتبل، واحفظيه بعد كده في الثلاجة. اللي هو هيتغسل هيتغسل، اصل الغسيل ده ما مش هيضيف له حاجه يعني. انتوا هتاكلوه بالقشر بتاعه؟ سمك يتقشر ويتغسل ويتفتح ويتنضف، واشوفه كنت اعمل له حشو او مش هعمل له حشو، اعمل له التتبيله بتاعته. لا البصل، والله ما فيش بصل يتحبس في الفريزر متقطع، الكلام ده مش مظبوط. البصل ما يتقطعش ويتحبس في الفريزر. يعني انا بنقول ان الطعم بتاعه بيروح، البصل طعمه والطعم بتاعه بيروح. المواد الغذائية لو راح منها 25% توم عادي، الثوم عادي. لكن البصل لا. البطاطس بتحفظوها في الثلاجة بعد ما تقشر، تتقشر تحط في مية وتحط في الثلاجة، إنما البطاطس خليها بره، دي الحاجات اللي بتحفظ في جو الغرفة يعني. إنما أنا قشرتها أحطها في الثلاجة، أحطها في مية وخليها في الثلاجة، ما فيهاش أي مشكلة. قشرت البطاطس وقطعتها بخليها في الميه، عندك غدا بكره والنهارده قطعتيها. غدا بكره وقشرتها النهارده وقطعتها، حط عليها سنه ملح، حطها في الميه وحطها في الثلاجه. وهي مفيش اي مشكله من تقطيعها، انا فاضي النهارده ومش فاضي بكره، قطعها النهارده وحطها متقطعه في الثلاجه. قشرتها بس حطها في ميه برضه وحطها في التلاجة، ما فيهاش اي مشكلة عادي. احنا بنتكلم عشان الميه في حرارة الغرفة تتفاعل معاها، في التلاجة مش هتتفاعل معاها. بالقشر بتاعها خلاص خليها بره التلاجة، ما تخش التلاجة اصلا. بالقشر ما لهاش لازمة تدخلها التلاجة. يعني هي بتحفظ في حرارة الغرفة العادية. يفضل إنه يكون مكان مظلم. يفضل إنه يكون مكان مظلم. لكن إن ما وجدش خلاص يعني. إن ما وجدش خلاص. النور مش هيدورها فهي مش هتقعد شهور يعني. إحنا بنتكلم في استهلاك أيام. النوع الثاني من التسمم الطبيعي اللي عندنا اللي هو التسمم بواسطة السموم النباتي. طبعا بنقول ان في بعض اصناف سامة بالذات من عش الغراب، المشروم. طبعا كلنا عارفين المشروم، الانواع اللي احنا بنجيبها دي كلها منه ما فيهاش اي ضرر خالص، لكن الانواع السامة والانواع دي بتكون ملونة، منها في احمر واخضر واسود وبني، وبعض الاحيان بيصاب بعض الاشخاص بنوع من الحساسية الشديدة بتشخص بانها حالة تسمم نتيجة لتناول الفول مثلا او احد المنتجات التي تدخل فيها، وبعض انواع التوت البري برضو من السموم النباتية. يعني المشروم الابيض ده ما فيهوش اي مشكلة، هي بعض الانواع الملونة قلنا احمر واسود واخضر من المشروم بتكون الغالبيه انواع مسممه. كده بنبقى خلصنا التسمم الغذائي
وإن شاء الله خلصنا محاضرة اليوم. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال في الكلام اللي قلناه خلال محاضرة اليوم عن الغذاء المتوازن والتسمم الغذائي؟ محاضرة بكرة إن شاء الله أستاذة هدى هنتكلم عن الأغذية اللي بتزود المناعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، الإنسان خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن كان هناك توفيق فمن الله، وإن كان هناك تقصير فمني ومن الشيطان. وسعدت بكم جدا اليوم، وألف شكر لكم ولحضوركم الرائع وتفاعلكم الممتاز. ويا رب ما كنتش النهاردة كنت ضيف تقيل عليكم، كون ضيف خفيف عليكم دايما. ويا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة وجه اللائق، وسامحونا للانفعال بتاعي، لان الواحد ما بيقدرش يتماسك بالثبات الانفعالي في الحالات اللي بتخص صحة الانسان. يعني ده شيء لا نقبل فيه اي مساومة، هي صحة الانسان. لازم نخاف عشان احنا بنخاف على صحتنا. وزي ما قلنا حضرتك، لو عرفت ان السيارة بتاعتك ما فيهاش فرامل، ما اعتقد ان انت هتخافي ولا هتركبي مطمنة؟ ركبت السيارة ما فيهاش فرامل، هتخافي ولا تركبي مطمنة؟ فلازم نخاف عشان نحافظ على سلامة غذائنا، على صحتنا، على صحة اولادنا. وأشكركم جدا لروحكم الحلوة وتفاعلكم الدائم خلال المحاضرة، وإن شاء الله دائما متواصلون. وأشكر القائمين على القاعة أستاذ هدى وجميع القائمين على القاعة الرائعة، وإن شاء الله دائما متواصلون. وحديثنا عن الغذاء مش هينقضي، وتحياتي إليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.